وكان في تجارب كتيرة جدا قبل كده الحقيقة، وحصلت كتيرة جدا في أجيال سابقة. ما بنركزش غير في مبارياتنا بس مهما كانت النتائج اللي حوالينا ومهما كانت الظروف اللي حوالينا، احنا ما بنركزش غير في شيء واحد بس، هو نتائج مباريات النادي الأهلي أو إزاي يكسب في المباراة بس. أنا ليه بقول كل الكلام ده؟ بقول كل الكلام ده لأنه بعد هزيمة النادي الأهلي الحقيقة من بيراميدز من حوالي أسبوعين، كل الناس قالت لك ايه اصل الدوري راح. انا طلعنا قلنا هنا لحضراتكم من خلال ملعب الاهلي، قلت لكم يا جماعه لسه بدري، وبالمناسبه لسه بدري، لسه 7 مباريات 21 نقطه، 21 نقطه دول يودوا في حته ويودوك في حته تانية، يعني ممكن يودوك تبقى اول الدوري، ممكن يودوك في حته تانية خالص لو ما قدرتش تاخد عدد ال 21 نقطه. وبالنسبه للنادي الاهلي التاني زي ال 16 ولا ال 15 ما تفرقش كتير يعني. فلسه بدري، لسه 7 مباريات، مساندة جماهيرية كبيرة جدا جدا من كل جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، عايزين الناس كلها تفضل، لأن اللعيبة ما بتعملش حاجة. احنا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما بنشوف إن مفيش دلوقتي مفيش جمهور لسه حتى هذه اللحظة في المباريات إلا بعدد قليل جدا. فاللعيبة بتعمل إيه؟ اللعيبة تبص على السوشيال ميديا تشوف مين بيقول ايه وعايزيننا نعمل ايه والجمهور عايزنا في ايه ومبسوط مننا في ايه وزعلان مننا في ايه، كل ده بيوصل للاعبين من خلال السوشيال ميديا. فعشان كده انا عايز مسانده دايما خلال الفتره اللي جايه، او عايزين مسانده حضراتكم دايما خلال الفتره اللي جايه، لان هو ده الاساس اللي احنا بنتكلم فيه دايما خلال الفتره اللي فاتت. والدوري ده ان شاء الله ربنا يكرمنا، هو طبعا ال40 دوري اللي فاتوا كلهم سببهم الرئيسي جمهور النادي الاهلي، ولكن الدوري ده تحديدا معرفش، انا شخصيا لو ربنا كرمنا وقدرنا ناخد هذا الدوري وكان لنا نصيب ان احنا نصل لرقم 41، الدوري رقم 41، انا وجهه نظري ان حضراتكم هتكونوا او تستحقوا اكبر تحيه واكبر جايزه. انتوا اللي جبتوا لنا الدوري ده، انتوا اللي وقفتوا مع اللاعبين، انتوا اللي وقفتوا خلف اللاعبين، انتوا اللي خليتوا اللاعبين دي تتحرك لغايه لما تكسب المباريات، لان كانت الفتره الاولى كانت صعبه شويه عشان التاجيلات الكتيره اللي كانت موجوده. لكن لولا وجود جمهور النادي الاهلي ولولا وقفه جمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد الخسارتين الاخيرتين سواء من سان داونز ومن بعد كده من بيراميدز، لولا وقفه جمهور النادي الاهلي الامور كانت هتبقى مختلفه تماما. فلو ربنا كرمنا السنه دي وخدنا الدوري العام المصري رقم 41 ان شاء الله، اعتقد الامور هتبقى مختلفه جدا. ده اولا. ثانيا معرفش، انا وجهه نظري ان اللاعبين لازم يطلعوا يهدوا الدوري ده للجمهور، لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي هو اللي له اليد العليا في وصول لاعيبه النادي الاهلي لهذه الفورمه اللي المفروض بيكسبوا فيها كل المباريات. عندك افضل لاعبين، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، عندك افضل لاعبين، عندك افضل جهاز فني، عندك افضل اداره، عندك افضل جمهور، قبل كل دول عندك افضل جمهور. فكل اللي احنا عايزينه ايه؟ المسانده، مسانده خلال ال7 مباريات القادمه، بدايه من مباراه بكره. خلاص عدينا ماتش المصري، لو تفتكروا كنت بتكلم معاكم دايما على ال8 مباريات، خلاص ماتش المصري انتهى وخدنا 3 نقاط. نتكلم بقى في ماتش الجيش، ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله ونقدر نصل ل3 نقاط، خلاص عدينا الجيش، نخش في اللي بعده، نفكر في ال6 مباريات القادمه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي دايما بنفكر فيه، هو اللي ده دايما طريقه تفكير لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وجهاز فني النادي الاهلي واداره النادي الاهلي.